الضربة الاستباقية دائما تستعملها إسرائيل وأمريكا لغرض تحييد إمكانات العدو وتشتيت الخطط التي وضعها لغرض البداية في عمله، أي عندما تتعرض القوات الإيرانية والمواقع الإيرانية والموالية لها إلى ضربات مؤثرة حتما سيتغير السيناريو القادم وتضطر إيران إلى إعادة هيكلة قواتها وتنظيم إمكانياتها. وهذا متبع في جميع الحروب والضربات التي تخوضها إسرائيل وأمريكا، الضربات الاستباقية نصف المعركة كما ذكرت، وتحاول قد تكون مناسبة من الآن من إسرائيل ومن أمريكا طبعا بمساندة أمريكا حتما لغرض قلب المعادلة ولغرض تشتيت الجهد الإيراني هنا المرسوم، وهو بالأساس أنا أعتقد سيكون خجولا نسبيا لحتى الداخل الإيراني غير مؤهل سيدتي. إيران تدرك جيدا حتى الداخل الإيراني، لأن إسرائيل مخترقة، حتى مخترقة الداخل الإيراني، وكثيرا من ما هذا ما كنت أود أن أسألك عنه، كيف يمكن لإيران أصلا أن تثق بأن كل خططها العسكرية التي تحضرها حاليا وهذا الهجوم المنسق كاملا لن يتم تسريبه بشكل كامل وباختصار رجاء؟ إيران تعلم جيدا أن هناك خروقات استخباراتية عالية جدا بدليل مقتل هنية اتهمت بعض القوى، وطبعا مقتل أيضا كان في العالم النووي خليل زادة وحتى فؤاد شكر في لبنان، لأن إسرائيل والولايات المتحدة لديها إمكانات استخباراتية هائلة لا تقارن مع إيران. عليه أنا ذكرت حتى التريث الذي تعيشه إيران هي محاولة لفهم نجاح خطتها من ناحية ولفهم إمكانية ردود الأفعال أن تكون مناسبة. عليه بصراحة موقف إيران إعلامي أكثر حتى اللحظة، لا يمكن أن تقوم بدور فعال، لذلك هي ستعتمد على أذرعها المسلحة بالدرجة الأولى سيدتي، وهذا وارد لغرض كما ذكرت أن امتصاص الصدمة من إسرائيل، أي أن تكون ضمن هذه الميليشيات والفصائل، وبالتالي هي تعتبر هذا التسويق لصالحها، لأنها نعم ستقوم بإدامة وضربات تكتيكية كما ذكرت إلى إسرائيل. شكرا جزيلا لك، كنت معنا المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية معن الجبوري.